عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وكذلك المشروعات المقترحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي ختام الاجتماع وافق رئيس الوزراء على مشروع موقف محرم بك الجديد، موجهاً بضغط معدلات تنفيذه، كما وافق على تنفيذ مشروع حلقة الأسماك. وفي الوقت نفسه وافق رئيس الوزراء على البدء في تنفيذ مشروع تطوير ميدان المساجد، لافتا إلى أنه ستتم المساهمة بجزء من تكلفة التطوير على أن يتم تدبير المبالغ المالية المتبقية من موازنة المحافظة. كما كلف مدبولي محافظ الإسكندرية بسرعة تحصيل المستحقات المالية للمحافظة لدى الجهات الأخرى، وأن تتم المطالبة بسدادها على الفور من أجل استخدام عائداتها في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.